السلام عليكم البنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ عرش مبروكة، ربي يدخل عليكم العام الجديد بالصحة والعافية واللي كتمنى ان شاء الله. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفة تقدر تكون كوجبة خفيفة للعشاء، هي بيتزا تورتيلا. اذا عندنا هنايا تورتيلا، طبعا على حسب الافراد، العدد الافراد. عندنا هنايا الفلفله خضراء مع البصله مشحرته مع الملح وشويه الزيت والابزار. عندنا هنا الجبن، هنا الشامبينيو. انا غادي نعمل جوج الاشكال، وحده بالشامبينيو وحده بالفلفله والبصله والثوم. حتى الشامبينيو غتكون فيها الثوم. عندنا هنا الثوم، عندنا هنا صلصة البيتزا. اذا على بركة الله نبداو صح ديال هاد التورتيلا او البيتزا ديال التورتيلا. عفوا، هنايا انا دهنت المقلة او طلعت تدخل الفرن. الفرن عندي متي سخون على 180 درجة، دهنا بشوية زيت، سواء زيت العود او زيت عادية، زيت نباتية اخرى. ثم نضع التورتيلا وندهنها ب صلصة البيتزا، تندنو على هاد الشكل. هنايا انا بعد ما دهنتها، هنا يمكن لكم مباشرة تعدلوا خبز التورتيلا كيف ما عملت انا، دهنتها مباشرة بالصلصة، او لا بامكانكم دهنوها بالزيت، زيت زيتون او اي زيت، افضل زيت زيتون. تعملوها تحمر في الفرن شي 5 دقائق هكذاك باش تجيكم قرمشه، او تستعملوها مباشره. بعد ما دهنت الصلصه غنعمل شويه جبن، غير باش شويه الفرماش، غير باش تجيني اش كتجي مع الكام ديك فيها، ملي كنقطعها كتجي الاستيك بحال هذا الشكل وصافي. على هذا الشكل هكذا. الان نضع الفلفل والبصل، ممكن نزود الحشو الفلفل والبصل على كامل البيتزا هكذا. دابا نضيف الثوم، غادي نكثر من جوج ديال التورتيلا كثار، كان عندي الحشوه هنا. على هذا الشكل ندخلها الفرن، يعني باش تجيكم ديك اللي كنقطعها كتبقى بحال ديك الاستيك اللي كتجبد بحال كتبع، احسن ما نعملوش فرماج دابا. زعما ديك الدقيقه الاخرانيه عاد نعملوها، دابا نعملوها في الفرن من 5 حتى 7 ديال الدقائق. قبل ما نخرجو بشي دقيقة نعملو الجبن باش كيدوب وكيبقى إلاستيك. قبل ما ندخلوها الفرن نعملو عليها رشيشة ديال الزعتر محكوك، بكسا ندخلوها. وهاي البيتزا ديالنا يلا عاد خرجتها من الفرن. ما شهيتكم يا البنات الريحة كتحمق، جربوها وردو عليا الخبر. نقدرو نزينوها بالزيتون، الزيتون الاسود او الاخضر. انا باقي نعدل الاخر بالشامبينيون، باقي لينا يا المقادير نعدلهم من بعد نوريهم لكم. وهي البيتزا ديالنا بعد ما قطعتها واحد الزيتون في الوسط، كلكم تعملوها في كل شريحه من البيتزا. شوفوا كيفاش كتصير